انطلقت قافلة طبية بمحافظة أسوان وشهدت قرية كركر أعمال القافلة العلاجية ضمن مبادرة الرئاسة حياة كريمة. ضمت القافلة 10 تخصصات إضافة لمعملي الدم والطفيليات والأشعة العادية والصيدلية. تم توقيع الكشف الطبي على 638 مواطنة، كما تم صرف العلاج بالمجان من صيدليات القافلة التي يتوافر بها أكثر من 130 صنفا. معانا النهاردة قافلة طبية بنقدم فيها جميع التخصصات الطبية المختلفة. معانا الصيدلية فيها أكثر من 130 صنف، معانا أكثر من أشعة تشخيصية إذا احتاج الأمر، معانا برضو التحويلات لأقرب مستشفى، مستشفى جامعة أسوان ومعهد أورام أسوان، معانا برضو التحاليل الطبية ومعمل كيمياء الدم ومعمل الطفيليات. بنقدم كل الخدمات دي مجانا لخدمة المواطنين. فيها جميع التخصصات أو 10 تخصصات بالضبط. بسم الله ما شاء الله، تخصصات جميلة وبترفع المعاناة عن الناس، وبالأخص إن هي أصلا كمان جاية كشف وعلاج مجانا. كل الشكر نشكر القافلة المتواجدة حاليا في وادي كركر، جميع التخصصات كشف بالمجان، ونشكر القائمين على هذا العمل الخيري، نشكر جميع الجهات المسؤولة. احنا بنشكر كل الناس اللي ساعدت وساهمت في ان القافلة دي تيجي، والحمد لله في 10 تخصصات والناس كشفت والحمد لله، واحنا بنشكر الناس كلها، وهي الموضوع هنا من غير فلوس، كله مجانا.